أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الاستمرار في خطى التطوير والتحديث بما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز مخرجات مختلف المبادرات والبرامج التي تتبناها مملكة البحرين في مختلف القطاعات التنموية والخدماتية، وتأكيد دور الطاقات البحرينية في تولي زمام المسؤولية وتحقيق الرؤى المنشودة التي تعود بالنفع والخير لمصلحة الوطن والمواطن، ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزات إنفاذا للرؤى والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. ونوه سموه لدى تفضله صباح اليوم بالإعلان عن انطلاق مسابقة الابتكار الحكومي فكرة المخصصة لموظفي القطاع الحكومي بدور مثل هذه المبادرات في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار باعتبارها محركا رئيسيا للتطوير وبلورة الأفكار الخلاقة التي ترتقي بمستوى العمل والإنجاز وتعزيز التوجهات والمبادرات، وهي فرصة لإشراك موظفي القطاع العام في بلورة الأفكار والمقترحات التي تخدم تطلعات العمل الحكومي وتطوير جودته ومخرجاته وفقا للمبادئ التي تستند عليها مختلف البرامج والمبادرات المرتكزة على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة التنافسية والعدالة. وقال سموه إن هذه المسابقة وأهدافها تسعى لتحفيز سمات الابتكار والإبداع وتوظيف هذه الجوانب لإطلاق الطاقات بأفق رحب وتبني أفضل المقترحات التي تخدم التنفيذ المتقن للبرامج والأولويات والرؤى للقطاع الحكومي. وأضاف سموه أننا في البحرين نمتلك كوادر وطنية مؤهلة أسهمت بجهودها المميزة سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو أمر نعتز به ونفخر بما حققته من سمعة متميزة على مختلف القطاعات. معربا سموه عن تطلعه عبر إطلاق مسابقة الابتكار الحكومي فكرة إلى مساهمة منتسبي القطاع العام في تقديم الحلول العملية التي تسهم في تطوير آليات العمل الحكومي، بما تمنحه هذه المسابقة من منصة أمام موظفي الحكومة لتقديم المقترحات التطويرية وتوظيفها لخدمة الأهداف المنشودة. هذا ويتم بدءا من اليوم وحتى 25 من أكتوبر المقبل تلقي المقترحات المشاركة في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المبين على الشاشة. لأن كل إنجاز كبير يبدأ بفكرة، نقدم لكم مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، وهي منصة تتنافس فيها أفضل المقترحات والأفكار للارتقاء بالعمل الحكومي. تعرض أفضل المشاركات بالمسابقة على لجنة من الوزراء، وسيتم تنفيذ المشاركات الفائزة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية. الابتكار يبدأ بفكرة، وثم عمل، وثم إنجاز. يمكن تقديم طلبات المشاركة بشكل منفرد أو من خلال مجموعة مكونة من 4 أشخاص كحد أقصى يعملون في القطاع الحكومي. آخر موعد للتقديم 25 من أكتوبر 2018. معاً نرتقي بالعمل الحكومي في خدمة الوطن.